دولي أمي اسمعيني شوي رجاء انتي قوتي يا أمي وأنا محتاج قوتي مشان أقدر واجه العالم بشجاعة الله يخليكي حاولي تفهميني كهاني بنت كتير منيحة وهي نفس الكنة اللي رسمتيها بذهنك لإلي أمي البنت اللي اخترتها كانت حسب ذوقك بالضبط أمي أنا من هلأ رح بلش حياة جديدة ويلي رح تكون مبنية على أساس غلط بلاكي وبلا بركاتك لا تضلي ساكتي هيك قولي أي شيء دولي ليك لما تتوسخ الأرضية ساعتها الشغلات النظيفة اللي بتوقع عليها رح تتوسخ نعم مدام رجعت توسخت التياب دولي اغسليهم كلهم واتركيهم لينشفوا كل ما تقرب المسافة بيني وبينيوك كل ما رح يزيد بعده عن أمه أكتر بعدين رح يتحقق كلام حماتي وهيك ما رح يكون في فرق بيني وبين الرقاصة سوريا لا هي دخلت على حياة عمي وكانت سبب بهدم هذا البيت وأنا عم أعمل مثله رح أهدم هالبيت من جديد لا لازم حاكي يوقي بسرعة عن هالموضوع مضطرة أحكي معه اسمع بدي أحكي معك شوي بعدين كهاني نحكي بوقت تاني الموضوع كتير ضروري مو هلأ رجاء بعرف إنك مزعوج من اللي صار بس بدي إياك تسمعني بس لمرة ممكن نلاقي حل مشكلتك بكلامي بعرف اللي بدك تقولي يا كهاني بس بدي تعطيني شوية وقت ورجاء تركيني لحالي بس شوي
بعرف إنه يلي ناوية أعمله هلا رح تعصب منه كتير، ويمكن تزعل مني كمان. بس هلا هذا الصواب. إذا بعدت عنك وعن هذا البيت رح يكون هالشي أكيد لمصلحة الكل. بحبك كتير ورح اشتاق لك يا يو، وسواء كنت عايشة معك أو بعيدة رح ضل حبك دائما، رح ضل حبك. كهاني أنا لازم روح من هون يا يوغ، هذا الشيء أحسن للكل. للكل ما؟ ولإلي كمان؟ شو كهاني؟ تعرفي؟ كل الوقت عم فكر بالقرار يلي لازم أخده، واكتشفت إنه المفروض أنا وإنتي اتنيناتنا نطلع فورا برات هذا البيت ونبعد. أبداً مو صح انك تترك امك، ما بتقدر تتركها وتروح هيك. ليش يعني اللي عملته امي صح؟ هددتني انه بدها تنتحر وطلبت مني انه ضحي بحب حياتي واتركك، هذا كان صح؟ انا بعرف امي كتير منيح، اذا ضلينا هون اكيد رح تعمل اللي قالته. ممكن نشوف امي حزينه يا كهاني، بس ما بقدر شوفها هي عم تاذي حالها. رح يكون أفضل إلنا نطلع من هون هلا. كهاني أمي قالت لي مرة الرجال الحقيقي بهالدنيا هو اللي بيحترمها للمرأة وبيصونها كمان. رح صون كرامة أمي، بس رح حارب أي حدا من شانك أنتي يا كهاني. أنا ابنة لأمي، بس زوجك أنتي كمان، ورح أقوم بواجبي تجاهكم. للأسف أبي ما قدر أمي طول ما هو معه، هو حطم لك كل أحلامه، بس أنا رح أعمل أي شي كرمال كرامتك يا كهاني. رح أثبت لك إني ابن أمي صح، مو ابن أبي، والابن يلي رح يجيب الفخر لأمه. رح تشوفي أمي رح تجي وتدور علينا، ورح ترجعنا لهون مرة تانية. هي معصبة منا شوي هلأ، بس متأكد رح تفهمنا، وأكيد رح تفهم حبنا لبعض. الشي الصح هو أنه نطلع سوا من البيت. امشي. حاضر. أبو ليوك تركني بيوم من الأيام وراح لعند وحدة غيري، ما بعرف ليش حاسة بنفس الشعور. خايفة كتير إنه
تصير شي مصيبة ما أتحملها. شو صار؟ وينك يوغ؟ يوغ وينك؟ يا ترى لوين رح صهري؟ يوغ وينك؟ يوغ وينك؟ صهري رد علي يوغ. وليش عم بتعيطي وتصرخي بهالطريقة هي؟ يا يوغ شو عم بصير معك؟ ليش كل هالعياط؟ وليش عم بتنادي هيك ليوغ؟ وين يوغ؟ لك شو هدول؟ وين رايحين بهدول الشناتي؟ يا يوغ وينك يوغ؟ يوغ وينك؟ وين راح يوغ؟ وينك راني؟ شو عم بصير؟ يوغ وينه؟ قولي لوين راح؟ لو منعرف وين راح واختفى فجأة ما كنا عم ندور عليه ونعيط. هلأ كان هون من شوي وفجأة راح واختفى. كيف يعني فجأة؟ ليش يا راني؟ انتو وين كنتوا رايحين؟ كانوا راح يطلعوا من البيت. مو معقول ابدا، هدول التياب عن جد ليوغ. معناتها يوغ كان عم بفكر يروح معهم برات البيت كمان. حماتي خلينا بالاول نعرف وين اختفى يوغ ورح نفهم منه اذا كان رايح معهم ولا لا. وينك يوغ؟ وينك يوغ؟ ما شفته أبداً أختي، دورت عليه بكل مكان ما له أثر. إذا تمثيليتك انتهت، يلا قولي لوين راح يوغ. هاي مانا تمثيلية، عن جد ما بعرف وين يوغ وما بعرف وين مكانه هلأ. مو كنتوا تاركين البيت أنت وياه؟ كنتي تاركي البيت مع يوغ يا كهاني؟ مزبوط هالحكي؟ هادي اللي سمعته مو مزح. إذا اخترتها هي بدك تنسى عائلتك وتاخدها وتعيش بعيد عن هون. كهاني ردي علينا، عن جد كنتوا تاركين البيت؟ لوين كنتوا رايحين أنت وياه؟ بصراحة أنا ويوغ تزوجنا بالسر بلا ما حدا يعرف. ما حدا منكم كان رح يتقبل علاقتنا، لهيك كنا رح نترك البيت ونروح. لا بالكلب ضل أعوج لو حطوه بميت قالب. وانتو ليش واقفين عم تطلعوا فيها بهالطريقة؟ شبك إذا بننخزك بالإبرة ما بيطلع منك نقطة دم وحدة. طولي بالك شو صار لك، رح تطلع كذبة جديدة. إيه هي كل عمرها بتشتغل رقاصة، يعني ثلاث أرباع كلامها كذب، وعم تستغل غياب يوغ مو أكتر من هيك. صدقوني لك أنا بعرف كل حيالها. ستي معها حق بحكيها، هي التمثيلية ما رح تفيدك. يلا قولي وين يوغ وإلا نحن. قلتلكن جوهي ما بعرف وينه. سكتي وينك؟ وحدة مثلك ومستواكي ما بحق إلا ترفع صوتها بوشنا، فهمانة؟ أكيد أنت اللي خطفتي ليوغ. شو اللي عم تقولي يا ستي؟ ليش أنا لحتى أخطف يوغ؟ إذا بدك تشكي بحدا شكي باللي فكر بهالقصص وعمل هيك من قبل، مثل أخي روناك. عموماً هو مانه هون، من السهل عليه كتير إنه يخطط ليخطف أخوه، بس أنا مستحيل لأنه أنا. روبا إيه؟ رايحة مع دولي على المخفر، لازم نخبر الشرطة باللي صار. ماشي نحن رح ندور حوالين البيت. إيه ماشي. أختي الكبيرة؟
منيح اللي اجيتي، صايرة كارثة عنا، خفنا عليكي. وين كنتي؟ ايه هلأ بحكي لكم، بس انتو وين رايحين؟ قلوا لي شو صاير معكم؟ في مصيبة صايرة عنا، يوغ اختفى وما حدا بيعرف عنه شي. ما فهمت. طيب ماشي، انتو روحوا ودوروا عليه هلأ. ماشي امشي جونجا. يلا استني شوي ساروج، فيكي هلأ تقليلي شو اللي عم يصير بالبيت؟ كأنه المي مشيت من تحتك وانتي مو هون، ليش ما عم تتصرفي؟ أكيد لا، القصة مو هيك. انتي هلأ ارتاحي وبس ارجع بخبرك. مين قالك اني تعبانة وبدي ارتاح؟ هلأ أحكيلي عالسريع، قلي لي كل شي عندك. يوغ تزوج كهاني بالسر من دون علمنا كلنا، أختي الكبيرة. صدقيني حاولت أمنعه بس ما قدرت أعمل شي، خيرته بيني وبينا، راح اختار كهاني وكسر قلبي، وبالآخر قرر يطلع معه ليعيشوا برا. ماشي هيك القصة لك، هو ترك جونجان وتزوج الرقاصة، وانتي طبعا كنتي عم تتفرجي علي. عمتي؟ عمتي ليش واقفة هون؟ شو بك عمتي؟ ما بعرف ليش عرقانة هيك، شو صاير؟ انتي منيحة؟ فيكي شي؟ ما بعرف جوهي، بجوز أنا شردت. أنتي ما بدك تروحي على المغفر؟ ليش ما رحتي لهلأ؟ امشي تفضلي. هاي إيرافات، هذا بيت مو أوتيل، فهمانة؟ ومفروض أنك تخبريني وقت بدك تطلعي وتفوتي على هذا البيت، مو تطلعي وتفوتي على كيفك. خلي عندك ذوق، شبك ما عم تسمعي اللي عم قوله؟ ما عم تتطلع كأنه عم بحكي مع حالي، اتطلع علي لشوف. تعرفي لو وحدة من بناتي عملت هيك يا أرافات، كنت كسرت رجليها التنتين وحملتها ياهن. العمى شو، أنا رجل كرسي لحتى ما ترد علي؟ تعي بس احكي معك بتجاوبيني، شو طرشة انت ما عم تسمعيني؟ آه؟ هالحكي اللي قلتيه إلي أنا؟ أنا اللي لازم قلك وين بروح وبيجي كمان؟ انت ما دخلك فيني نهائياً، لسه مو ناقصني غير آخذ إذنك، أنا حرة بروح وين ما بدي. لهيك نصيحة مني، لا تتدخلي بشي ما بيخصك أبداً. أختي خلص لا تاكلي هم وتقلقي، يعني يوغ أكيد رح يرجع. اسمعيني هاي إيرافاتي. أختي هذا صوت المرايا اللي عيونها كبار وبخوفوا كتير. لا أنتي أمي ولا أنا بنتك لتحاكيني بهيك موضوع، وماني مضطرة أبداً أخذ إذنك وخبرك لا وين بدي روح ولا إمتى بدي أرجع، فهمانة؟ بس مع هيك بما أنه مشغول بالك علي رح طمنك، لا تخافي، رحت بشغل ضروري وما بيتأجل أبداً وبس، وأي شي تاني لا تتدخلي فيه. أرافات احكي أحسن لك، كتير ضروري لما تحاكيني توطي صوتك وما ترفعي، ما رح رد عليكي وبهدلك بس مشان شيبتك، لأني إذا تضايقت أكيد أنا رح أضايقك. لا تفكري تعيديها وترجعي تتدخلي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.